السلام عليكم ورحمة الله. طريقتي في استخدام السابرولينا، هذا بديل الدم الأخضر اللي يسمونه، اللي يحتوي على 70% بروتينات وفي فيتامينات مختلفة وفي ألياف وفي معادن، في البوتاسيوم والمغنيسيوم والزنك والحديد. هذا المنتج العجيب السوبر فود اللي يسمونه، أنا استخدمه بكذا طريقة. طبعا اليوم راح أوريكم شو راح أستخدمه، السابرولينا من شركة دي أكسن. طبعا أجيب ملعقة الشاي هذه ربعها ممسوحة من فوق وأخليها مع اللبن، أنا أبيها مع اللبن. طبعا طعمه ما راح يتغير، اللبن راح يصير وايد حلو نستخدمه ونشربها. والطريقة الثانية بعد أقدر أخليها مع المرق مثل ما أنتم شايفين، ناخذ نفس الكمية بعد ونحطها، بس أنا أما هني أو هني ما نكثر، مكان واحد بس، هني أو هني مرة واحدة نستخدمها ومرتين في اليوم فقط. علي وعليكم بالعافية. اسبرلينا من دي اكسن.